بسم الله. ربنا ثبت قدمنا على التوحيد وزدنا من سدد القول والعمل، يا كريم يا من أوصيتنا بالعمل الحسن، يا حنان يا منان يا كريم. يقول ربنا عنهم: قالوا سمعنا وعصينا. يعني من ميجالومانيا، نزول العظمة بمكان. أنا ولو يقلبوا الموازين، الله ولا ما هو دون المستوى، وهم في المثل الأعلى. شوف الصهاينة شو يعملوا من أفكار لا صلة لها بواقع هل الأيام هذه، ولا الأيام اللي ذكرت فيها هذه، هذا جزء من الآية. وما سيأتي بعد حين، إذا كان الكرب معظمهم يفكروا في التطويع لهم وتطبيع معهم، فيعلموا أن مصيرهم يكون مصير أعداء الله. يقول الكرب: يقول سمعنا الله، لكن في حقيقتهم يعصون الله. فلا فرق بين أبناء العمومة يهود وكرب. اليهود يدعون أنهم أبناء الرب وأحباؤه، وهم شعب الله المختار، والكرب يدعون أنهم آلة دفاع عن الإسلام، وهم أول من حارب الإسلام هم بنو أمية. لا، لعنة الله على الظالمين، بالتمام والسلام.